بالنسبة لنا اليوم راح نتعامل أو راح ناخذ برنامج جديد مثل ما قلنا. البرنامج هو اسمه برنامج الفلوينت فلويد فلو فلوينت. هذا البرنامج يتعامل ويا الموائع بصورة عامة، مختلف أنواع الجريان، و ممكن يكون بحالة الجريان بانتقال حرارة أيضا، ممكن يكون الجريان ممكن يكون الماع ستاتيك أو حالة الفورست فلو يجري بفعل الضغط أو فرق الضغط. راح نجي نتعرف على البرنامج وعلى الواجهة مالته وعلى خطوات الحل اللي بيه. من اسحب البرنامج اللي مثل ما قلت اسمه فلويد فلو فلوينت، نشوف ان الواجهة اكو بها صار اختلاف عن البرامج السابقة اللي تعودنا عليها. هنا كان عندنا الخانة الخاصة ب الانجينيرينج داتا، هنا ما راح تكون موجودة برنامج الفلويد فلو فلوينت، لانه المواد او الداتا اللي يحتاجها يعني ممكن نعرفها بداخل البرنامج نفسه، ما يحتاج نعرفها قبل ما ندخل للبرنامج. راح نجي نشوف الخطوات مالتها شلون نعرف الداتا او الماتيريال اللي نحتاجها بداخل البرنامج. الخطوة الاولى اللي نعرفها هي الجيومتري. طبعا انا راسم جيومتري محضر لهذا الموضوع اللي هو الحالة الأولى اللي راح ناخذها، يمثل الحالة الأولى اللي راح ناخذها. راح نسحب الجيومتري ونفتحه ونحكي عليه. طبعا بعد ما سحبنا الجيومتري اكو عندنا الخطوة الثانية اللي هي المش، اللي هي المش. هناك كانت سابقا عندنا خطوة الموديل اذا تتذكرون. هنا رأسا راح ندخل على برنامج خاص بالمش. بالمناسبة الجيومتري ايضا اكو برنامج خاص بها، يعني اقدر هنا رايت كليك على الجيومتري وافتح عندي برنامجين خاصة بالجيومتري اللي هو السبيس كليم والديزاين موديلر. هاي برامج اقدر يعني ارسم اني بالسوليد واسحب البرنامج او اسحب الرسم مالتي هنا، او ادخل على هذين البرنامجين اي واحد من عندهن وارسم بداخله. ايضا هذه البرامج خاصة بالرسم بها كل خطوات اللي تحتاجها بعملية الرسم، لكن احنا بما انه متعودين او راسمين برنامج السوليد فما راح نتطرق لهاي البرامج. ممكن يعني اللي يريد يطور نفسه او يريد يتعلمها يقدر يتعلمها من خلال اليوتيوب او يدخل عليها، وهي مو صعبة كلش. برنامج المش ايضا اكو هنا برنامج خاص بالمش، بعملية المش بالنسبة للفلويد. ايضا اذا نفتحه رايت كليك واديت، اللي الرسم هذا اللي انا يعني رسمته هو عبارة عن مكعب او متوازي مستطيلات مجسم يمثل حيز مغلق بداخله مائع. الحالة الأولى راح ندرسها، طبعا مثل ما قلنا البرنامج هذا يدرس أو إلى قابلية أن يدرس عدة حالات بالفلويد. الحالة الأولى راح ندرسها هي أنه هذا الفلويد عندي هو بحالة الاستاتيك، حالة الاستاتيك، و متعرض وموجود داخل حيز مغلق ومتعرض الى فرق بدرجات الحرارة. يعني عندي احد السطوح ساخن واحد السطوح بارد بهذا الحيز، فنتيجة لهذا الفرق بدرجات الحرارة ايش راح يعاني هذا الفلويد اللي بالداخل؟ راح يعاني من كونفكشن، راح يصير بي كونفكشن يعني انتقال حرارة بواسطة الكونفكشن، او ما يعرف بالناتشرال كونفكشن او الحمل الحر. شلون يجري هذا الحمل الحر؟ يعني احنا نعرف انه الـ المائع اللي
قريبة من الجدار الساخن راح يسخن، وبالتالي ايش راح يصير بيه؟ راح تقل كثافته ويبدي يصعد للأعلى نتيجة لفرق الكثافة بينه وبين المائع المحيط به اللي هو أبرد من عنده. راح يصير عنده بوينسي فورس أو قوة طفو تسحبه للأعلى، ويستمر بهاي العملية. بينما بالجانب الآخر السطح البارد اللي راح يكون قريب من عنده مائع راح يبرد نتيجة للتلامس بين السطح والمائع، ونتيجة لعملية البرودة ايش راح يصير بالكثافة مال المائع؟ راح تقل، العفو راح تزيد الكثافة مالته، وراح تصير عنده قوة وزن للأسفل أكثر من السائل المحيط أو المائع المحيط به، وراح تسحب للأسفل نتيجة للجاذبية. فبهاي الحالة راح ينزل للأسفل، وراح تصير العملية معكوسة عكس ما السطح الساخن. هذا هو الحمل الحر أو الحمل انتقال الحرارة بالحمل الحر. هذه هي الميكانيزم مالته. راح نجي نشوف الخطوات شلون احنا راح نفعل المعادلات اللي تشتغل على هالموضوع، ونحط الباوندري كونديشن، ونشغل الكيس ونشوف النتائج مالته. قبل ما نروح على برنامج الفلوينت اللي هو بعدنا ما دخلنا عليه، احنا فقط داخلين لحد الآن برنامج المش. هذا برنامج خاص بعملية صنع الشبكة أو تقسيم الجسم إلى إليمنت مثل ما نعرف. فنسوي خطوة المشي هنا، نضغط على جنريت مش. هذه اللي نشوفها قدامنا، لاحظ انه سوى قسم الجسم الى إليمنت، لكن عدد الإليمنت لا زال ممكن نزيده لانه كلش عالي. اروح على الريليفنس اسوي 100، وارجع اقول له جنريت مش. هنا انا زيد عدد الإليمنت مثل ما نشوف صار عددها اعلى. لحد الان نكتفي. قبل ما نروح اسال، لحد الان الخطوات هذه مال المش كملت، وقعدي شغلة واحدة هي انه اعرف السطوح. هنا أنا بهاي البرنامج الفلوينت لازم قبل ما ادخل على البرنامج اني اعرف السطوح اللي راح اخلي عليها باوندري كونديشن، اللي هي السطح. هنا أنا عندي بهاي الكيس مالتي، بهاي الكيس بهاي الحالة عندي سطحين، احتاج سطح اسوي ساخن وسطح اسوي بارد. فأعرفهم شلون؟ من خلال التسمية. يعني أضغط على هذا السطح مثلا، هذا أريد أسوي سطح بارد نفرض، رايت كليك عليه، أروح على الأسفل أقول له create named selection، create named selection، وأنطيه اسم أقول له مثلا هذا اسمه cold wall. وعندي الجهة الثانية المقابل إله، سطح المقابل إله، أقول له رايت كليك وكرييت نيمد سيلكشن، وأقول له هذا سمي لي هوت وول. أوكي، حد الآن هسه صار عندي نيمد سيلكشن. شوف يظهر هنا، كانت مو موجودة هذه، هسه ظهرت لي ما يعرف بالنيمد سيلكشنز. افتحها اشوف عندي الكولد وول هذا يأشر لي عليه، والهوت وول المقابل له هذا. زين، شنو احتاج بعد تسميات؟ ما احتاج شيء. يعني بقية السطوح اللي انا ما راح اسميها، اي سطح انت بتسميه او تتركه بالجيومتري مالتك، البرنامج راح ينطيه اسم وول، يعني يعتبر التايب مالته هو وول، وينطي اسم من عنده يسميه وول مثلا، يجوز يعطي ارقام. راح نشوفها هذه وين راح نلقاها، راح نلقاها من نروح البرنامج الفلوينت راح نشوف التسميه مالته. و
راح يعتبر البرنامج السطح اللي انت ما تسميه او ما تتعامل وياه، ما تعطي باوندري كونديشن، راح يعتبره هذا سطح. اولا جدار، يعني الفلويد ما يعبر خلاله، يعني السرعة عنده مقدار سرعة الفلويد يم الجدار او عند الجدار هي صفر. راح يعتبره نو سليب، يعني غير متحرك، ستيشنري، وراح يعتبره حراريا معزول. حراريا معزول يعني الكيو خلال هذا الجدار هي صفر، ما تمر خلاله اي حرارة الا اذا انت انطيته باوندري كونديشن، عرفت انه خلال هذا الجدار اكو عندي كيو او اكو عندي تمبريتشر او اكو عندي كونفكشن، ذيك الحالة راح يتعامل ويا البرنامج غير شكل. لكن بما انه انت تتركه ما تنطي اي باوندري كونديشن، فراح يعتبر البرنامج بهالشكل هذا ستيشنري، الجدار السرعة مال الفلويد خلاله صفر، والحرارة او حراريا يعتبره معزول. لحد الان هسه خلصنا خطوة المش، راح نعبر الى الخطوة اللي بعدها اللي هو خطوة الفلونت. لكن قبل ما ندخل على برنامج الفلونت، نلاحظ انه بالمش اكو عندي لا زالت علامة صفراء على الخانة مالت المش، ما اعطاني علامة صح خضراء، فاضغط عليه رايت كليك هنا وانزل على الابديت، اسوي له ابديت حتى البرنامج او الورك بنش ياخذ الخطوات اللي انا سويتها اللي هي المش والاليمنت والباوندري كوندي، يعني تعريف السطوح واسمائهم. لاحظ هسه صارت عندي هنا هاي العلامة على خطوة السيت اب، معناته انه جاهز اني للدخول الى هاي الخطوة، وعلامة المش صار عليها علامة صح خضراء. فراح ادخل هنا على برنامج الفلونت. هسه هاي هنا راح يبدي برنامج الفلونت. قبلها كانت جيومتري هي برامج خاصة بالرسم، المش برنامج خاص بالعملية المش. هنا راح ادخل على الفلونت، رايت كليك عليه واضغط اديت، راح تظهر لي واجهة مال الفلويد لانشر، فلونت لانشر، بها عدة خيارات، مثلا اذا انت تريد تشتغل 2D او 3D، دبل بريسيجن، سيريال، بارلل، البروسيسنج مالتك ممكن يكون بارلل اذا كانت الحاسبة تتقبل ان تسوي بارلل بروسيسنج حتى تسرع بعملية الحل، او سيريال. وعندك هاي الخيارات الاخرى اللي يعني اللي يريد يطور نفسه يقدر يتعرف عليها بعدين، احنا ما راح ندخل بتفاصيل هذني. راسا نضغط اوكي حتى يدخل لنا على البرنامج الفلونت. هسه نفتح البرنامج، وهذا المش اللي انا سويته قبل شوية موجود قدامنا، هاي المكعب او توازي المستطيلات اللي حطينا عليه الباوندري او عفوا تسميات السطوح عليه. نجي نشوف الخطوات مال الحل، الخطوات اللي نحتاجها هي موجودة هاي بالتري اللي تشوفوها على اليسار، هذا اللي دا اشر عليها. عندي الجنرال، الموديل، الماتيريال، راح نجي نتعرف على اللي يهمنا من عندهم. برنامج واسع مثل ما تشوفون وبإمكانيات جدا واسعة، لكن احنا راح ناخذ اللي نقدر ناخذه خلال الفترة المتاحة لنا بهذا الكورس، هي محاضرة او محاضرتين على هالبرنامج. مثل ما قلنا اليوم بهذا الكيس اللي بدنا نشتغلها هي عبارة عن ناتشرال كونفكشن بداخل حيز مغلق، فراح اجي اشوف شنو اللي احتاجه بهاي الكيس. طبعا كل كيس تتغير الاوبشنات اللي انت تريد اللي راح تشغلها، يعني من اشتغل فلو بداخل دكت او بايب، غير من اشتغل ناتشرال كونفكشن، غير من اشتغل فلويد مالتي فيس فلو اذا عندي جريان متعدد الاطوار، اذا اشتغل راديشن، اذا اشتغل، يعني ممكن البرنامج له قابليات كلش عالية، وراح نجي نتعرف عليها وناخذ اللي نقدر عليه واللي يهمنا من عندها.
خطوة الجنرال هذه اللي دا نشوفها قدامنا، هذه تتيح لك إمكانية إن تسوي سكيل على الرسم مالتك، تسوي تشيك للمش إذا كان بيه مشكلة، وتحدد نوع السولفر اللي تقدر تشتغل عليه، أنت بريشر بيس سولفر أو دينسيتي بيس سولفر. البريشر بيست يعني يعتمد على فرق الضغط، يعني عملية الجريان تعتمد على فرق الضغط. الدينسيتي بيست لما يكون عندك الفلويد اللي انت تشتغل عليه هو كومبرسبل، يعني الدينسيتي ما تتغير ويا الضغط او ويا السرعة. وعندنا الفيلوسيتي اما الفورميليشن اما تكون ابسولوت او ريلاتيف. الكيس هل هي ستيدي او ترانزينت، ممكن تعرف من تحددها من هنا. تأثير الجرافيتي هل هو فعال، اذا تشوف انه هو فعال بهاي الكيس تقدر تأشر على الجرافيتي، اذا مو فعال ما تحتاجه فما تأشر. فعملية هنا بالنسبة لان هاي الكيس هي نحتاج نفعل الجرافيتي. ليش؟ لانه مثل ما قلنا انه الناتشرال كونفكشن يعتمد على اليمن على الكثافة اللي راح تتغير ويا درجة الحرارة، وبالتالي راح يصير عندي قوة اما وزن للاسفل او بوينسي فورس للاعلى. فالجرافيتي هنا مؤثر بهاي الحالة فأشر على الجرافيتي. الاكسلريشن جرافيتيشنال اكسلريشن يحتاج انا ادخله واعرف اتجاهه وين يصير، يعني يعني التعجيل الارضي مثلا وين راح يصير بيا اتجاه اقدر انطي. مثلا هنا انا اشوف اني الاكس بهالاتجاه والزد بهالاتجاه والواي هو للاعلى البوزيتيف، واني التعجيل المفروض يكون للاسفل، فانطي بالواي دايركشن انطي ناقص 9.81 اللي هو التعجيل الارضي. انطيته بالناقص لانه عكس اتجاه الواي البوزيتيف اللي هو للاعلى، فاني اريده للاسفل فانطيته بالناقص. خلصنا هاي الخطوة، نعبر على وراها اللي هي الموديل، دبل كليك عليها. الموديل هنا يعطيك خيارات بأنواع الموديلات اللي ممكن تشغلها على الحالة مالتك، يعني إذا أنت تريد تشتغل مالتي فيس فلو فتدخل على هذا الخانة دبل كليك عليها، راح يعطيك أنواع المالتي فيس فلو موديل اللي ممكن تشغلها. إذا الكيس مالتك بيها فرق أو تأثير لدرجة الحرارة فتشغل الإنرجي كويجن، نعم الإنرجي كويجن لازم تشغلها، فنروح عليها ونقولها نعطيها علامة صح نقول لها أوكي. وبعدها عندنا الفيسكوس، تأثير الفيسكوس إفكت. الديفولت مال البرنامج هو ماخذها لامينار، دبل كليك عليها وراح اشوف انه اني عندي عدة خيارات بهذا الموضوع. ممكن اعتبر الفلويد مالتي هو انفيسايد، يعني الفيسكوستي مالته صفر، يعني ايديال فلويد. وعندي ممكن اعتبره لامينار او ممكن اعتبره واحد من البقية هي الموديلات الخاصة بالتيربلنت، واللي كل واحد من عندها يشتغل او يكون فعال في كيس معينة. لكن اللي احنا نعتمده هو الكي ابسيلون موديل، بس راح نشوف بالخطوات الجاية او بالكيسات اللي راح نشتغلها بعد انه الكي ابسيلون موديل هو الفعال بحالات التيربلنت كلها، تيربلنت فلو. وطبعا نعرف ان التيربلنت فلو يعتمد على قيمة الرينولد مال الفلو، وهذه يعني ممكن تنحسب. احنا بهاي الكيس هسه حاليا راح نشتغل لامينر، يعني هاي الناتشرال كونفكشن اللي راح نشتغل عليه بهذه الحالة هي هو لامينر، وراح نجي نشوف بعدين شلون اذا كان صار عندنا تيربلنت فلو بداخل بايب او دكت راح نشوف شلون نتعامل وياه. هنا عندنا راديشن ممكن نشغل، ممكن نشغل هيت اكسشنجر، ديسكريت فيس، سوليديفيكيشن اند ميلتينج، يعني عمليات التصلب والذوبان،
وغيرها من الموديلات اللي ممكن تشغلها. يعني هذا البرنامج واسع جدا ويشتغل على هواية أشياء، هواية حالات للفلويد. الخطوة اللي بعدها، هسه احنا شغلنا فقط الانرجي كويجن واللامينر هو ديفولت موجود. الماتيريال وراها، الخطوة اللي بعدها هي الماتيريال. الماتيريال ديفولت مال البرنامج معرف لك الفلويد بانه هو هواء. اي فلويد تشتغل عليه بداية يعني بدون ما تعرف، اذا انت الديفولت مال البرنامج تستخدمه هو الهواء. يعني هسه البرنامج يعتبر هذا الحيز هو هواء، واذا اكو سوليد بالموضوع فيعتبره المنيوم الا اذا انت عرفته. وراح نجي نشوف شلون نقدر نعرف الماتيريال من خلال مثلا اريد اروح اغير الفلويد، دبل كليك واروح تطلع لي هاي الواجهة الخاصة بالفلويد. هنا أنا اسم الفلويد هو هواء، النوع مادة فلويد، كيميكال فورميليشن اذا بي صيغة كيميائية، الاسم مادة بالداتابيس مال الفلوينت اسمه هواء. يجي هنا الخواص مالته، الدنسيتي، سبيسيفيك هيت، الثيرمال كوندكتيفيتي، فيسكوسيتي، هذني كلهن موجودات ممكن تبقيهن او ممكن تغيرهن حسب ما انت تشوف، اذا حسب الكيس مالتك. اذا انا ما احتاج هذا الهواء، احتاج غير مادة، اروح على الفلونت داتا بيس، راح تطلع لي واجهة تخص الماتيريال الموجودة بقاعدة البيانات مال الفلونت. كثير من المواد، وممكن انت اذا شفت المادة اللي انت تشتغل عليها ما موجودة ممكن ايضا تضيفها من خلال انه تضيف لها اسم هنا وتضيف الخواص مالتها وتقول لك كرييت، راح يصير عندك مادة جديدة تنزل بالداتابيس تنحفظ تقدر تستخدمها شو وقت ما تريد. احنا هسه حاليا راح نستخدم هذا الحيز داخله هواء، و الناتشرال كونفكشن راح نشتغل على الناتشرال كونفكشن بداخله. بما ان احنا نريد نشتغل على الناتشرال كونفكشن، وهو احنا مثل ما نشوف انه الدنسيتي هنا ما اخذها البرنامج هي كونستانت، واحنا قلنا الدنسيتي لازم تكون متغيره ويا درجه الحراره. يعني لما يسخن المائع او الهواء لازم كثافته تقل، ولما يبرد كثافته تزيد وهكذا. فشلون نخلي اما نخلي مش خلي لنا هنا نخد معادله لهاي العلاقه بين الدنسيتي والتمبرتشر، او اقدر اعتبره ايديال جاز. راح يستخدم لي هنا القانون العام للغازات او الايديال جاز لو، وراح تكون هو يمثل العلاقه بين الدنسيتي وال بس ال ويا التمبرتشر. غيرتها واقول له تشينج، هنا انا هسه تغيرت صارت عندي كثافة الهواء هي تعتمد قانون العام للغازات ايديال جاز لو. بالنسبة للسوليد هنا أنا ما عندي سوليد فما احتاجه في الكيس. نجي على الخطوة اللي وراها اللي هي السيل زون كونديشن. هنا نتعرف انه تقدر تعرف الماتيريال مالتك، يعني هذا السيل زون كونديشن. هسه هذا بارت 1 اللي هو شيء مثل هذا الفوليوم كله. هنا هذا الفوليوم، او اذا كان عندك اكثر من بارت تقدر تعرف كل واحد من عندهم، هذا سوليد، هذا ليكويد، هذا مي، هذا هواء، يعني تقدر تعرف كل واحد على حده. لكن انا هسه عندي بارت واحد واني اعرف انه هذا البارت هو هواء، فهو الديفولت مال البرنامج راح يعتبره هواء. طبعا التايب مالته اما تقدر تسميه اللي هو فلويد لو سوليد حسب الحالة. وهنا بالإديت تقدر تغير تقول له هذا مثلا اذا كان انت مختار مي تقدر تختار منه، تحدد انه هذه القطعة هي ووتر، هذه القطعة هي اير، هذه القطعة هي سوليد الومنيوم وهكذا. بس البرنامج هو اصلا ماخذها هواء، فاني ما راح احتاج اغير بيها.
نجي على الباوندري كونديشن الخطوه اللي وراها اللي هي الباوندري كونديشن. الباوندري كونديشن احنا قلنا تذكرون الاسماء السطوح اللي عرفناها بداخل خطوه المش، عرفنا كولد وول وعرفنا هوت وول، لكن بقيه السطوح ما طيناها. فهو البرنامج سماها وول بارت 1 هذه، والنوع مالتها وول. طبعا هنا عندك الانواع، اي 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 سطح او اي سيرفيس او اي فيس موجود بداخل الجيومتري مالتك تقدر انت تغير النوع مالته. بما انه ثاني الفيسز هذني كلهن عباره عن وول، عباره عن جدار، يعني يصد الفلو، ما يطلع من خلال الفلو، وممكن تكون عليهم ثيرمال باوندري كونديشن، كان يكون ساخن او بارد او يكون معزول. اذا انا تركته راح يكون معزول. هسه هذا الوول اللي هو يمثل كل الجدران الباقيه غير اللي انا عرفتها كهوت او كولد، هذا راح يكون عباره عن جدار معزول حراريا، ما يخترق الفلويد، سرعه الفلويد عنده هي صفر، وهو الجدار ستيشنري يعني ما بي حركه ما بي سرعه. هاي الباوندري كونديشن اللي قلنا نعطيها. لكن السطوح الباقيه انا راح اجي اعرفها، اعطيها واحد من عندنا اعطيه سخونه، واحد اعطيه بروده، واشوف شنو تاثير هذا على وادرس هاي الكيس اللي هي الناتشرال كونفكشن. فاروح على الكولد وول دبل كليك عليه، او اروح على هاي خطوه الايديت كيفك، يعني دبل كليك راح يطلع لي واجهه تنطيني تفاصيل هذا الوول، اسمه ويا تابع ليا جيومتري، هذا اسمه كولد وول، اسمه كولد وول وتابع الجيومتري بارت 1. طبعا عندي هنا عدة خيارات حسب الكيس اللي انا دا اشتغل عليه، على حسب المعادلات اللي انا مشغلها. انا هسه مشغل معادلة المومنتم، معادلة الانرجي، بس ما مشغل لا راديشن لا ملتي فيس فلو لا غيرها. فتشوف هذني الباقيات كلهن ما يشتغلن، لكن فقط هذني القائمتين تشتغل. اجي على المومنتم، انا ما عندي بيها شيء، ما راح اغير بيها شيء، لان الوول هو ستيشنري ما يتحرك، وما بي سليب يعني ما يصير عليه انزلاق، يعني اكو شير فورس قريبه من عنده، يعني الفلويد من يحتك بالجدار اكو عندي شير فورس، ما اكو عندي سليب بهذا الموضوع. نجي على خطوه او قائمه الثيرمال. الثيرمال هنا أنا عندي اقدر اضيف كل انواع الثيرمال لود، اقدر اضيف هيت فلكس على هذا الجدار، اقدر اضيف له تمبرتشر يعني اعرف ان درجه حرارته ثابته، كونفكشن اضيف له يعني اعرف او اضيف انه خلال هذا الجدار اكو عندي دا يصير كونفكشن ويا المحيط الخارجي، راديشن او ميكست بيناتهن، يعني ممكن يكون كلهن في آن واحد، او حسب اللي يجيك بالسؤال او اللي اني دا ادرسه. هنا أنا بهاي الحالة بما انه كولد وول فانا راح انطيه تمبرتشر. التمبرتشر هنا ماخذها بالكلفن 300 كلفن، يعني ما يعادل 27 درجة تقريبا. فانا راح اخلي هذا الجدار البارد هو درجة حرارته هي 300 واتركها، ما راح اغيرها، لكن راح اغير درجة حرارة الجدار الساخن اللي هو بالجهة المقابلة، ايضا دبل كليك واروح على نفس الواجهة راح تطلع لي، اروح على جهة الثيرمال او قائمة الثيرمال وانطي درجة حرارة 360 درجة كلفن. اوكي، وراح بقية مثل ما قلنا الوول الثاني ما راح اغير عليه. هذا الانتيرير هو يمثل الحجم الداخل هذا الحيز المغلق، يعني ما يحوي من ماتيريال او ما يحوي من فوليوم.
لحد خطوة الباوندري كونديشن هسه وراها ما عندنا شيء غير انه نروح على خطوة المونيتورينج. خطوة المونيتورينج افتحها اكو داخلها الريسيجوالز، هنا اكو باوندري كونديشن خاص بالمعادلات اللي راح تنحل. احنا مثل ما نعرف انه احنا راح نحل حل عددي مثل ما حكينا بداية الكورس، وهذا الحل العددي يتطلب انه اتريشن يصير عندي ترايل اند ايرور، البرنامج يسوي اتريشن على المعادلات ويطلع ما يعرف بالريسيجوال او ما يعرف بالمتبقي، اللي هو يمثل شنو؟ يمثل الفرق بين القيمة اللي يفرضها البرنامج ببداية الحل للمتغيرات اللي يحلهن، سواء كانت ضغط، سرعة، درجة حرارة، اي شيء دي يحله، والقيمة اللي راح يطلعها من الاتريشن. فالفرق بين القيمة الاولى والقيمة الثانية يسمى بالريسيجوال او المتبقي، وهذا الريسيجوال هو يكون حاكم لمدى وصولك او وصول البرنامج للحل النهائي. نشوف هسه هو البرنامج حاط لكل خطوات الحل او لكل معادلات اللي مشتغلة، اللي هو الكونتينيوتي، المومنتم كويجن بالاكس وبالواي وبالزد، والانرجي كويجن حاط لهن نان اللي دا نشوف عندني بالخانة هذه، اللي هو الكرايتيريا مال الكونفيرجنس، يعني ايش وقت يتوقف عن الاتريشن لما يصير عند الريسيجوال هو واصل لهذه القيمة، لهذه القيمة. اذا تقدر تغيرها طبعا، هذه تقدر تغير القيمة مالتها، او تقدر اصلا تشيلها من الحسابات، تخلي البرنامج يكمل اتريشن اللي انت تنطيه اياه. احنا هسه حاليا راح نبقيها بس حتى نتعرف عليهم، وما راح نغير بيه شيء، لكن فقط احنا هاي الخطوة حتى دا اعرفكم شنو هي الريسيجوال. الخطوة اللي بعدها نروح على الانيشياليزيشن، هنا البرنامج راح يسوي انيشياليزيشن، يعني راح ينطي قيمة افتراضية اولية لكل المتغيرات الموجودة بالمعادلات اللي راح يشتغل عليها، من الضغط ومن السرعة ومن التمبرتشر، كلها راح يعطيها قيم افتراضية أولية، أنت تقدر تغيرها من هنا طبعا. هنا هو راح ياخذ مثلا السرعة صفر، الضغط صفر، التمبرتشر 300، وراح يبدي يسوي اتريشن ويغير هاي القيم إلى أن يوصل للحل مثل ما قلنا. فأنا ما راح أغير بيها شيء، راح أقول له initialize أوكي، وأروح على الخطوة اللي بعدها اللي هي run calculation. هنا أنا فقط راح أضيف عدد الإتريشن، أقول له مثلا 100، وأقول له كالكوليت. نشوف هسه البرنامج بدأ يحل، بدأ يسوي إتريشن ووصل كمل 100 إتريشن بسرعة. نلاحظ بس بعد توقف نتيجة، لأنه أنا مطي 100 إتريشن فقط، لكن لو منطي اكثر راح يستمر البرنامج. فهو هنا البرنامج عنده قاعدتين بالتوقف، اما ان يوصل يكمل الاتريشن اللي انا منطيه اياه، او يوصل للقيمة الريسيجوال اللي محطوطة بالباوندري كونديشن اللي قبل شوي شفناها بخطوة الريسيجوال هذه. فاذا وصل مثلا الى 10^3 بكل المعادلات، هنا هذه الخطوط تمثل معادلات او الريسيجوال مال كل معادله، اللي هو الكونتينيوتي، الفيلوسيتي بالاكس والواي والزد، والانرجي كويجن. فاذا وصل للريسيجوال قيمته في 10 1 في 10^3 لكل المعادلات راح يتوقف قبل ما يكمل ال100 اتريشن، او اذا ما وصل لهذه الحاله فراح يكمل ال100 ويقول لي كالكوليشن كومبليت. هسه بما انه انا بعدني ما واصل بدا اشوف انه الكيرفات نزلت بشكل يعني ممكن يعطيني حل، فراح اعطيه 100 اتريشن اخرى. شوف البرنامج استمر بالحل، لكن ايضا ما وصل كمل ال100 اتريشن الثانيه وما اعطاني سوليوشن كونفرج، فمعناتها انه الحل بعده. لكن احنا ما نريد نستمر بعمليه الاتريشن، راح نوقف لحد هنا ونشوف استعراض النتائج.
استعراض النتائج طبعا نروح على خطوة الجرافيكس كونتور، دبل كليك عليها راح تطلع لي واجهة خاصة باستعراض الكونتورز بهذا البادي مالتي. اسوي له درو اوتلاين للايدجز فقط، هذا هو المكعب مالتي. هنا أنا راح اسوي ما يعرف بالايزو سيرفيس، يعني سطح، اقطع هذا الجيومتري مالتي بسطح واستعرض به النتيجة مالتي. اروح على نيو سيرفيس ايزو سيرفيس، اروح هنا على المش واقطع هنا راح اسوي ايزو سيرفيس، يعني راح اسوي سطح يقطع الجيومتري مالتي واستعرض به النتائج. وين اريد انا هسه؟ مثلا اريد بعمودي على الاكس دايركشن، فاختار الاكس دايركشن، اختار مش واختار الاكس دايركشن هنا، واقول له كومبيوت واعطي قيمة الايزو فاليو مالت صفر، يعني راح يكون بالمنتصف. اغلق هنا صار عندي هذا السطح اللي دا اشوفه اسمه اكس كوردينيت 4، استعرض به مثلا بريشر، هسه انا دا استعرض البريشر هنا بهذا السطح. شوف هنا طلع لي الخطوط اللي تمثل كونستانت بريشر ايزو، انطيه فيلد يعني اقول له املاها بالالوان. شوف هنا صار عندي مناطق الضغط، وين تصير عندي عاليه وين تصير عندي منخفضه. اقدر استعرض التمبرشر هنا هذه، شوف هذا السطح هو البارد وهذا السطح هو الحار، وهذه الليجند تمثل درجات الحراره. وعندي اقدر استعرض الفيلوستي ايضا، هذا الكونتور مال الفيلوستي، واذا يصير شوف عند الجدار دائما تكون قيمته صفر، واذا يصير عندي فيلوستي بالمنتصف. لكن حتى تشوف الاتجاه مالتها اروح على اسد هاي القائمة واروح على الفيكتر، اشوف اطلع الفيلوستي فيكتر بهذا البلين نفسه ديسبلاي. اوكي هاي الفيلوستي فيكتور اللي تصير عندي، وين نشوف اذا نباوع عليها عن قريب. شوف المناطق اللي قريبة من الجدار الساخن تعلى الفلو ده يصعد للاعلى، والمناطق القريبة من الجدار البارد الفلو ده ينزل للاسفل. واضح؟ هذه هي الكيس اللي ده نشتغلها. احنا شرحنا ليش ده يصير هذا هاي الحالة، اللي هي انه السائل او المائع لما يبرد راح ينزل للأسفل نتيجة لقوة الوزن مالته، راح يزيد بازدياد الكثافة مالته، بينما المائع اللي يسخن شبيه يصعد للأعلى نتيجة لأن الكثافة راح تقل وراح تسبب قوة طفو للأعلى. لحد الآن خلصت الخطوة الأولى، بعد عندنا راح ناخذ حالة الجريان بداخل الأنبوب المائع بحالتي اللامينر والتيربلنت. بس لحد الآن يعني أتوقف، إذا عندكم سؤال على هالخطوات قبل ما ننتقل للخطوة اللي بعدها. الكيس الثاني هي جريان بداخل الأنبوب، وهذا الجريان مثل ما تعرفون ممكن يكون لامينار او ممكن يكون تيربلنت. راح نختار احنا مره لامينار مره تيربلنت، وراح يكون هذا الجريان ايضا متعرض الى هيت فلكس من خلال سطح الانبوب او جدار الانبوب. طبعا راح نختار فلويد فلو فلوينت مره ثانيه، راح نسحب الجيومتري اللي يعني محضرها اللي هي عبارة عن انبوب بشكل حرف يو، وراح ندخل رأسا على المش خطوة المش. هذا هو شكل الانبوب، اكيد طبعا مثل ما نعرف لازم يكون
حتى نعرف السطوح مالته لازم يكون عندنا انلت واوتلت، وعندنا الجدار الخارجي ايضا نتعرف عليه او نعطي اسم. الخطوة الاولى مثل ما قلنا نسوي المش، نضر 1100 نقول له جنريت مش. هسه لحد الان سوالي المش لهذه القطعة، اجي اسوي التسميات مالتها، مثلا الدخول والخروج اعرفهم، هذا كريت نيم سيلكشن، اقول له هذا هو الالت. وهذا هو الاوتلت، اوكي. وبقية السطوح اختارهم لنعرف شلون نختار اكثر من سطح. بالكنترول اضغط كنترول بالكيبورد واختار السطوح بالماوس واحد واحد، ورايت كليك عليهن واقول له كرييت نيمد سيلكشن، وانطيه اسم مثلا هيت بول. اوكي، بس لحد الان انا عرفت السطوح كتسميات. طبعا انا ليش دا اعرفهن واعطيهن تسميات؟ حتى من اروح البرنامج الفلونت اعرف مكانه، يعني اعرف من انا اعطيته هذا اسمه انلت اعرف هو وين موجود، فما يحتاج هناك ادور عليه واشوف وين هذا، لان هو راح اذا رحت بدون تسميات راح يعطيهن تسميات لا على التعيين البرنامج الفلونت، وبالتالي لازم اعرف كل واحد مكانه حتى اغير النوع مالته واغير واعطيه باوندري كونديشن الخاصه بي. هسه لحد الان خلصنا خطوه المش، نعبر على خطوه ال طبعا الخطوه اللي وراها راسا قلنا نسوي ابديت للمش، على خطوه المش رايت كليك وابديت حتى تطلع لي العلامه الخضراء الصح، وهنا العلامه اللي قدام السيت اب ايضا راح تتغير مكان علامه الاستفهام، تغيرت صارت علامه الاسهم الدائرية. اروح على خطوة السيت اب، نشغل الفلونت لانشر، هاي هي الجيومتري مالتي اللي انا رسمتها واللي اعطيتها التسميات السطوح مالتها. الكيس مالتي هنا ما يحتاج بالنسبة لخطوة الجنرال، ما احتاج ان اشغل الجرافيتي، ليش؟ لانه انا اصلا الفلويد هو ده يدخل بفعل السرعة او بفعل الضغط من الالت وده يطلع من الاوتلت، فما ما يعني تأثير الجرافيتي هنا ضعيف وما يأثر، فما احتاج اشغل الجرافيتي. اروح على الموديل، هنا ايضا عندي الانرجي كويجين راح اشغلها، ليش؟ لانه عندي راح انطي هيت فلكس على الجدار الخارجي فلازم اشغل الانرجي كويجن. اللامينر هنا قلنا الحالة الاولى راح ناخذ اللامينر، وبعدها راح نشغل نفس الكيس لكن بالتيربلنت، فاللامينر ما راح نغير عليه شيء. نروح على الماتيريال، هنا الماتيريال هنا المرة راح نعتبره مي داخل الانبوب، فاروح على شغل الفلويد هنا هذه الداتابيس فلونت داتابيس من هاي الخطوة من هاي الايكونة، شغل الفلونت داتابيس واروح للاسفل واجيب عندي الووتر ليكويد، ووتر ليكويد اكو ووتر فيبر لكن انا احتاج ووتر ليكويد الماء بشكل سائل وليس بحالة الغازية، اقول لك كوبي، اضغط هنا كوبي وكلوز واسد القائمة مالت الووتر ليكويد هذه اللي هي تمثل خصائص الووتر ليكويد. هنا نشوف نزل عندي الووتر ليكويد بالاضافة الى الهواء، لانه كان البرنامج الديفولت مالته هو فقط هواء، يعني هنا سنزل عندي الووتر ليكويد لان انا اختاريته قلت له اضيفه للاختيارات مالتي. نجي هسه على السيل زون، سيل زون هنا قلنا البارت هذا اللي يمثل الانبوب كله
الحجم كحجم. هنا النوع مالته فلويد، لكن الماتيريال مالته هو ماخذه هواء. الديفولت مال البرنامج ماخذه هواء. من انا من هالقائمة اغيره، اقول له هذا هو عبارة عن ووتر ليكويد، اضغط اوكي. هسه تعرف انه هذا الفوليوم مالتي هو ووتر ليكويد. اروح على الباوندري كونديشن، عندنا انلت واوتلت وهيتد وول، وعندنا هاي الانتيرير اللي يمثل الفوليوم مال القطعة هذه او البايب. الانلت هنا دبل كليك عليها، ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني طبعا هنا من اضغط على الانلت او اضغط على الوول، شوف ايش دي يتغير عندك. دي يتغير عندك التايب مالته، شنو النوع مالته. مثلا الهيتد وول شنو النوع مالته؟ وول. الانلت ليش اخذ فيلوستي انلت؟ لان انا سميته انلت، فهو تعرف عليه على اساس انه هذا بما انه انلت فياخذه يعطيه نوع الفيلوستي انلت. طبعا ممكن تغيره انت حسب الداتا الموجودة عندك، ممكن تخليه ماس فلو انلت اذا كانت عندك القيمة اللي تريد تدخلها هنا هي معدل تدفق كتلي يعني ام دوت بالكيلوغرام بير سكند، او اذا كان عندك بريشر انلت، او عندك فيلوستي انلت اذا كانت عندك سرعة تريد تنطينا سرعة بالانلت مالتنا. الاوتلت نفس الشيء، لاحظ من اضغط على الاوتلت شنو النوع مالته صار؟ صار بريشر اوتلت، هو البرنامج ماخذه ديفولت اعتمادا على كلمة انلت او اوتلت اللي انا كاتبها. ممكن تغيره، ممكن تسوي اوت فلو، عندك عدة انواع من الاوتلت. اوكي. وعندنا الوول هو ديفولت مال البرنامج ماخذه وول. نجي على الانلت، بالانلت انا راح انطيه سرعة واطئة على اعتبار انه اني دا اشتغل لامينر هسه حاليا، فالفيلوستي ماجنتيود راح انطيه بالمتر بير سكند، انطيها 0.01. طبعا القطر مال البايب هذا هو بالمناسبة نطينا ابعاده، القطر مالته هو 30 مليم او 3 سنتيمترات، والاطوال هذه هنا تتراوح تقريبا 1 متر ب 1 متر ب 1 متر او العفو اقل، يمكن مو متر، اقل من متر. اعطينا السرعة 0.01، ونجي على قائمة الثيرمال. هنا نقدر نغير الانلت تمبرتشر يعني درجة حرارة الماء الداخل، اقدر اتحكم بها من هنا. هنا انا راح اخليها 300 اللي هي تمثل 27 درجة تقريبا، 300 كلفن، والسرعة هذه نفسها. اضغط اوكي. نجي على الاوتلت، الاوتلت هنا قلنا ماخذه هو بريشر اوتلت، يعني اضغط على ايديت او دبل كليك عليها، لاحظ انه مطيني الجيج بريشر بالاوتلت هو مقداره صفر، معناته دا يطلع للفلو مالتي للضغط الجوي، دا يتعرض مباشرة للضغط الجوي من يطلع من البايب من الأعلى، وبالتالي معناتها قيمة الضغط هي صفر، وهذا هو الشيء الصحيح. إذا عندنا غير باوندري كونديشن ممكن نتغيرها من هنا. نجي على الهيتد وول، الهيتد وول هذا مثل ما قلنا التايب مالته وول، واحنا تعرفنا قبل شوي شلون نغير باوندري كونديشن مال الوول. هذا المومنتم ما تهمني، اروح على الثيرمال، الثيرمال هنا راح انطيه هيت فلكس، الباوندري كونديشن مالته حطي هيت فلكس مقداره 1000 واط على المتر المربع على هذا الجدار، يعني هذا الجدار كله مال البايب تجي حراره بمقدار او هيت بمقدار 1000 واط على المتر المربع بشكل متساوي. اضغط اوكي. هسه كملت خطوة الباوندري كونديشن، اروح مباشرة على الانيشيالايز، اخذ ستاندر انيشيالايزيشن دائما قلنا، و اضغط انيشيالايز، بعدها اروح على الران كالكوليشن واخذ انطي عدد اتريشن 100 على سبيل المثال، و اضغط كالكوليت
برنامج راح يدي يسوي iteration من حل. نشوف احنا قيمة الريسيجوال مال المعادلات ده تنزل. اوكي شوف هنا البرنامج قبل ما يوصل للميت iteration، قبل ما يوصل للميت iteration اللي انا تحددت اللي هي هنا اتوقف. ليش؟ لانه قيمة الريسيجوال بكل المعادلات وصلت الى الحد اللي هو الليمت المحدد اللي هو 1 × 10⁻³ الديفولت مال البرنامج، فاتوقف الحل وده يقول لي solution converge، يعني وصلت للحل مال هذا الكيس مالتي. كل كيس طبعا حسب، مو شرط بهذا عدد الاتريشن ولا بشرط ولا بهذه الشروط ممكن يتوقف الحل، حسب صعوبة الكيس وحسب الباوندري كونديشن اللي بيها، صعوبة الجيومتري والمش ممكن تطول 1000 iteration، 10,000 iteration، 100,000 iteration، حسب الكيس وحسب قوة الحاسبة وحسب هواي أمور تتدخل بيها. فلحد الآن هسه الكيس مالتنا هذه توقفت عند هذه الاتريشن. نروح نقدر نروح على النتائج ونستعرضها، نروح على الكونتور مثلا. هنا أنا أيضا راح أسوي هذا هو البايب مالتي، هنا أنا أيضا راح أسوي سيرفس يقطع هذا البايب بالمنتصف، وهون يقطع لازم يكون عمودي على الاتجاه الزت مثل ما نشوف، ويقطع البايب على طول مادته. فأروح على نيو سيرفيس ايزو سيرفيس واختار مش، والاتجاه السيرفيس عمودي على اتجاه الزت اريده. اقول له كومبيوت، والاحظ انه راح يصير عندي بالمنتصف لانه الماكسيموم والمينيموم تقريبا متساويين لكن بعكس الاشارة، فانطيه بالمنتصف كرييت واسده. هذا هو السيرفس اللي انضاف عندي. استعرض به مثلا البرجر، هذا الايزو لاين مال البرجر ستاتيك برجر. اذا انطيه فيل من هنا راح اقول له ديسبلاي، راح يستعرض لي التوزيع الضغط بهذا القطعة. اوكي اذا انطي مثلا التمبرتشر اشوف توزيع درجات الحرارة. شوف هنا عند الجدار شبيه دا يسخن المائع ودا تزيد درجة حرارته، لكن المائع بصورة عامة هو درجة حرارة الالة مالته هي 300 ودا تزيد الى حد 311 درجة، يعني دا يزيد تقريبا اعلى شيء هو 11 درجة عن بقية الفلو او بقية الفلود. اذا استعرض الفيلوستي فاقول للديسبلاي، هذا هو توزيع السرعة عندي. نلاحظ هنا هاي الالة مالتي، ونلاحظ انه شلون دا يصير عندي بالمنتصف السرعة دا تزيد وعند الجدران دا تقل او دا تقترب من الصفر، وهنا بسبب الانحناء هذه او الالبو دا تصير عندي منطقة بها دوامات، وهنا ايضا دا تصير عندي منطقة بها دوامات بسبب الالبو هذا. حتى توضح عندي اكثر اقدر اروح على الفيلوستي فيكتور واستعرضها بنفس هذا البلين اللي انا سويته. هذه هي الفيلوستي فيكتور عندي، هذه الفيلوستي فيكتور، هذا عندي الالت، هذا عندي الالت، هاي قيمة السرعة مالته، هاي عند الالبو، وهاي المنطقة اللي دا يصير بيها دوامات. لاحظ شلون دا يصير عندي السرعة هنا أنا باطئة هاي المنطقة، وبهاي الجهة تصير عندي عالية. نفس الشي بهذا الالبو بهاي الأعلى، أيضا السرعة دا تزيد
منطقة البعيدة عن الانحناء، وهذه المنطقة تصير بها سرعة تقريبا صفر. بس لحد الآن كملنا ال fluid flow باللامينر كيس. إذا أريد أشغل هاي الكيس نفسها بحالة التربلنت، فقط أروح على الموديل، أشغل الفيسكوس، أغيره إلى كي إبسلون. قلنا كي إبسلون سيت من المعادلات اللي حل التربلنت، واللي هو يشتغل تقريبا على غالبية الحالات اللي تكون تربلنت. يعني احنا نعرف انه كل واحدة من هاي الموديلات تكون فعالة بحالة معينة، مثلا كي ابسلون فعالة بحالة الفلو على فلات بليت او داخل انبوب، الكي اوميجا لما تكون عندك الجريان على سطوح معقدة. وكل واحد من هذه الموديلات مال التربلنت، هاي الباقية كلها موديلات مال التربلنت، كل واحد من عندها الى فعالية او يكون فعال بحالة معينة، لكن احنا ناخذ الكي ابسلون يكون فعال في غالبية الحالات اللي عندنا. فقط نأشر على الكي اوميجا، على عفوا كي ابسلون، ونضغط اوكي، ما نغير اي شيء بالمتغيرات الباقية. واروح على الباوندري كونديشن، واروح على الالت، اغير السرعه مالتي، لان احنا نعرف السرعه بالتربلنت تكون شويه اعلى. يعني لازم الرينولد مالتي، احنا نعرف اللامينر من الحد ال 2500 هو يعتبر لامينر، فوق ال 2500 يعتبر تربلنت. فراح نعطيه سرعه هنا بدون ما نحسب الرينولد، طبعا احنا ما راح ندخل بحسابات الرينولد، نعطي سرعه مقدارها 0.1 متر بير سكند، وراح نبقي التمبرتشر مال الالت هي نفسها. وراح اروح اسوي انيشالايز مره ثانيه، واحل الكيس مالتي، رن، اسوي رن مره ثانيه. شوف هنا أنا بهاي الحاله راح يوصل للحل قبل ال 100 اتريشن لو لا. انا اشوف الحل صار ابطأ، ليش؟ لانه عدد المعادلات اللي دي يحلها البرنامج زاد، دخلنا المعادلات التربلنت. وراح نشوفها ايضا بالكيس هنا، نشوف اذا نشوف هذا الليجند او اللاينات اللي دي يحلها البرنامج، الكيرفات اللي طلعت عندي صار عددها اكثر. السبب انه دخلت عندي معادلة الكي والابسلون اللي هي هذه تمثل، اذا نشوفها بالاعلى، وبقية المعادلات نزلت للأسفل. شوف انه معادلة الكي والابسلون بعدها ما وصلت الى الشرط اللي هو 10^-3، فاقدر اتوقف هنا او اقدر انطي 100 اتريشن ثاني، خلي البرنامج يحل مرة بعد. الى ان يوصل ال 200 اتريشن او لل اوكي. احنا راح نتوقف لحد الان ونشوف نستعرض النتائج اللي طلعت عندنا هنا. انا هسه بحالة الكونتور، راح استعرض الفيلوستي، هذا التوزيع السرع كونتور. اقدر استعرض البرجر مثلا، شوف اختلف عن الحالة السابقة. التمبرتشر ايضا اختلفت، شوف هنا أنا كانت اكو عندي مناطق بها درجة حرارة تصير حمرة، هنا أنا مدى توصل لحالة ليش، وهنا اعلى درجة حرارة صارت عندي 302 كانت 311. السبب هو انه بما انه الفلو سرعته زادت، فمدى يلحق ياخذ حرارة من الجدار، فاخذت عندي درجة الحرارة يعني تقريبا متساوية بكل الفلود، مدى يلحق ياخذ حرارة من الجدار. استعرضنا البرجر والفيلوستي والتمبرتشر، نروح على الفيلوستي فيكتور ايضا، اقدر استعرض الفيلوستي فيكتور بهاي الحالة. نشوف الفيلوستي عندي
تغير شكل الفيلوستي فيكتور هنا بهاي المناطق اللي كانت تصير بها دوامات، قلت صار عندي بها فلو لأن السرعة زادت هنا، الفلو أنا أصلا زيدت السرعة مالتي، هذه أيضا المناطق زادت السرعة بها. فاللي يريد من عندكم أن تتعلمون شلون تتعاملون ويا هذا البرنامج وشلون تسوون هذا الايزو سيرفيس، لأن هذا ضروري من يجوز نطلب من عندكم بالامتحان أني تستعرض لي النتائج بمنطقة معينة شلون تسوي ايزو سيرفيس، هذا ضروري تتعلمون عليها. لحد الآن أنا خلصت الشرح مال هذا البرنامج، إذا أكو عندكم أسئلة. أوكي شباب.